جولة في حواري موسكو أو الشوارع الخلفية. أنا هنا في الشارع ده لأن بعض الأصدقاء الروسيين كنت بتكلم معهم فقالوا لي إن هم بيؤمنوا جدا بالبخت وبيؤمنوا بالطالع وإن ده صفة أصيلة في الشعب الروسي. عشان كده أنا هنا بدور على بيت العرافة اللي أنا خدت عنوانها منه. أعتقد إن هو البيت في الشارع ده. أول بيت على إيدك اليمين. هو ده. هو ده. العنوان ده بتاع عرافة بتقرا الكف والكوتشينة والفنجان وكذب المنجمون لو صدقوا. إن عندهم ولع بفكرة بكرة عامل إزاي. طبعا موجود في كل حتة، بكرة عامل إزاي ده عندي وعندك وعند ده وعند ده وعند ده، كل واحد عايز يعرف الغيب يعني، لا يعلمه إلا الله طبعا. فبنتكلم عن الحظ والكوتشينة والبخت وقراية الكف والحاجات دي، فحد قال لي في ساحرة، أنا بقول ساحرة، إنما هي في عرافة، في قارئة فنجان، في قارئة كوتشينة، يعني أي اسم من دول هينطبق عليها. جه في دماغي برضو طول الوقت الواحد بيسبق الأحداث بشكل غريب، جايز بحكم شغلي إن أنا لازم خيالي يشتغل يشوف الصورة عاملة إزاي. فجه شريط سينما قدام مني كده، الساحرة منابين كبار وشعرها طالع من البتاع وربط راسها وعاملة كده وتطلع الدخان فرحت لقيت بنت نموذج للجمال. نموذج. أنا كراجل اتبسطت بشكلها. لابسة من أفخم محلات مش في موسكو، في أوروبا. قاعدة على مكتب، في كمبيوتر، في شوية حاجات أنا ممكن أكون ما صدقتهاش. بس عجبني المودرن عرافة دي. صغيرة. يمكن في أوائل الثلاثينات، 31 30. عجبني فكرتها إنها استغلت ولع الآخر بمحاولة قراءة المستقبل، وبدأت تلعب لعبة أقرأ لك، أضرب الودع، شوف البخت. عملت معاها كام لعبة كده علشان أشوف، بس أنا لقيتها كذابة. لا عندما يعني كذب المنجمون ولو صدقوا. امسك الشمعتين، فمسكت الشمعتين وغرقتهم في المايه، فعملت شكل بجعه، عملت شكل من اشكال البجعه. قالت لي بعدين، بعد كده قالت لي انها كانت بتهرج. ده الطائر ده شكل البجعه ده طائر بيدي امل، بيدي حياه في الامل. هي دلوقتي ماسكاه على السكينه بتاعتها، انا افتكرت انها تضربني بالسكينه، ماسكاه على السكينه علشان تشوف التشكيل بيبقى ايه. Thank you.
من الحاجات برضو اللي كنت عايز اكشفها طول الوقت عندنا في الغردقة وفي شرم الشيخ وفي المناطق السياحية او في الحفلات او في اي حاجة من الحاجات اللي بنحتفل بيها، يقول لك ومع الشو الروسي. فالشو الروسي في خيالي حاجة، انما اللي انا شفته كان حاجة تانية. ده شو هو فيه شوية مودرن بس عجبني بمعنى ايه؟ عجبني مش مطلقة كده برضه، ما عجبنيش فيه الخلطة اللي بره التراث. هو عامل خلطة امريكانية شوية غربية شوية، مش كلها روسية. انما عجبني المعنى بتاع الشو الروسي، مش مجرد بنات عريانة بتعمل الرقصة مش عارف ايه والريش الكتير والحاجات دي، لا لا لا، ده حاجة للتشكيل ما بين، لو قلنا ان الجسد كتلة والمسرح فراغ، ففي علاقة ما بين الكتل اللي موجودة في المسرح والفراغ المحيط والديكور والإضاءة واللون كل اللي احنا بنشوفه على المسرح مع الموسيقى الروسية القديمة. بس كان بهرني جدا فجأة لقيت قدام مني أبو الهول والفراعنة بيرقصوا على موسيقى الراب، وفرحت بيه. هو مش يعني هو خلط ما بين رقص فرعوني ورقص مودرن شوية وكده أو حديث يعني. بس اكتر حاجه عجبتني في الشو الروسي البنت اللي نزلت على الستارتين المتعلقين وعملت شو بجد مبهر، وانا كنت في منتهى الانبهار. ولما رقصت في حوض الميه، لما نزلت في حوض الميه وبدات تعمل استعراض، مش رقص، استعراض في حوض الميه، انا كنت منبهر بيها. يعني ده معنى كلمه فنان بالنسبه لي، اللي بيؤدي شغله بمهارة وإتقان. وكل راقصين وراقصات بأمانة أدوا شغلهم بمهارة وإتقان. عندي مشكلة معاها، هي ملهاش علاقة بمسألة الشرف عندي أو في روسيا، بس أنا حبيت أقول إن أنا مش هحكم عليها بشكل مطلق، ومش هقول عليها حلوة بشكل مطلق برضو أو وحشة بشكل مطلق، عشان أبقى بس الواحد منطقي شوية. هي مش عجباني، مش عجباني لأن أنا طبعا بالنسبة للمرأة الروسية منتشرة في الشارع، منتشرة في كل مكان روحته لازم ألاقي فيه على الأقل 70-80% من موظفين وستات. في محطة الأتوبيس أو في محطة المترو 70-80% من اللي واقفين ستات. في الشارع المجموعات اللي ماشية ستات، يعني قليل أوي لو لقيت 3-4 عيال واقفين على جنب ولا 3-4 شباب واقفين على جنب، إنما نسبة عالية جدا من الإناث متفوقة على نسبة الذكور في روسيا. وأعتقد إنها واضحة بس شوية، هي كده في العالم كله بس هي واضحة شويتين في روسيا، ولا مش في العالم كله، ده هي في روسيا. انما ندخل شويه جوه عند بقى المراه الروسيه، خلينا نقسمها مجموعه اعمار. هقول العمر من 0 لغايه 30، واختار من جواه 20-30
اللي هو اللي سنهم من 20 ل 30، دول في شوارع موسكو عاملين عرض أزياء كما لو كان في منافسة ما بين كل بيوت الأزياء في العالم، وملبسين المودلز بتاعتهم بالملايين وطلقينهم في شوارع موسكو. لدرجة أنا شفت ناس لابسة ميني جيب وميكرو جيب في البرد وفي التلج لمجرد إنها تظهر أنوثتها. أنا عايزة تفتح أكتر في الإجابة، ممكن تشرحي لي بالتفصيل أنت عايزاه على حصان أبيض ولابس أبيض في أبيض واد فارس كده، ولا غني ومعاه فلوس، ولا بسيط يلبس جينز ويأكلك ويشربك ويفسحك ويحبك؟ الحب ولا الفلوس ولا الشكل ولا الموضة اللي هو يبقى عايش عليها، ولا رجل أعمال يكون؟ عايزة إنسانك عامل إزاي؟ رجلك عامل إزاي؟ أنا عايز أعرف فارس أحلام البنت الروسية ده على حصان أبيض بتحبه، ولا بيكون غني، ولا يكون عنده ملابس بالشكل ده، ولا يكون إيه؟ لقيت واحدة لابسة نظارة شكلها سكرتيرة في فيلم أمريكاني، لابسة تيير بني وعاملة شعرها زي ما بيقولوا ليز وبوت وجد، قلت نسأل جايز يكون عندها أحلام تانية. فارس أحلامك عامل إزاي؟ بحاول أسأل البنت الروسية إيه فتى أحلامها؟ عامل إزاي؟ عندك إجابة؟ لما قابلت بنات كتير جدا، أنت فارس أحلامك عامل إزاي؟ نسبة كبيرة جدا من البنات قالت لي يبقى لابس بدلة شكلها حاطط برفيوم شكله طعمه ريحته عربيته. مفيش واحدة فيكو حلمت بحصان أبيض وفارس، وفارس بمعنى الكلمة، فارس في الغرام وفارس على الحصان وفارس في الأخلاق، فارس ما تحويه الكلمة. قليل اللي راح ناحية فارس، قليل قوي اللي قال لي عايز حد قلبه طيب، عايز أعيش، عايز أكون أسرة. قليل، يمكن مرات محمد تحس إنها، وأعتقد إن في زيها كتير، يعني هي مش نموذج، في زيها كتير اكيد، بس اللي انا شفته هنا عايزه تكون اسره وعايزه تحافظ على راجلها وعايزه اولادها يطلعوا زي ما هم هيفكروا مع بعض، مش هي ثقافتي كده. وهو وبنت جدعه، تحس انها بنت جدعه من منطقه جدعه في بلادنا. دي المراه الروسيه الجديده الصغيره. المرأة الكبيرة بقى اللي هي فوق 30 لغاية إلى ما شاء الله ربنا يكون في عونها، مر عليها الدهر وأكل وشرب، وفعلا ربنا يكون في عونها، ربنا يكون في عونها، علشان مش شايفة بنتها نموذج منها اللي هي من 20 ل 30، وخايفة على حفيدها لو هيطلع مش هيلاقي حاجة في الثقافة الروسية والجدية بتاعت المرأة الروسية. الجدية مش بمعنى التجهم، إنما الجدية في أداء الحياة. الست الروسية اللي في الجيل الحديث فقط عبارة عن عروسة حلاوة لابسة حاجة شكلها حلو، وبعد شوية مش هيبقى فيه ثقافة روسية، لأن بأمانة إذا أردت أن تبني أمة فابني سيدتها اللي هربوا أطفالها. هنا
بيعلموا الرقص. دوس علشان دوس تريس تبقى واتفتك دوس وتخش دوس تريس دوس وتبقى واتفتك قوي بقى وتقتحم روسيا لازم تتعلم الرقص. فانا قعدت في قعده وقلت لهم يا جماعه يعني عايز اتعرف على البنت الروسيه، عايز اعمل اي صداقات مع اي حد وكده، فقولي خش اتعلم رقص علشان البنت الروسيه بتحب اللي بيرقص او اللي عنده عربيه او اللي عنده موتوسيكل او اللي بيعرف يحط برفان كويس او اللي جزمته متلمعه. يعني لازم يبقى في ميزه في وسط الحكايه. Natalia. Okay. Hi, Natalia. Natalia, nice girl. Very nice. How? Speak English? Dos. No, no. Dos. So. تقول لي انت فاهم؟ قلت له اه فاهم، ولا انا فاهم حاجه، بس البيت بيضة. Should we try? دي اللي هترقص معايا وهي اللي هتعلمني الرقص. اسمها بالينا. You should like this? Yes. To hide. انا طويل عليها بس شويه. Okay. المعلمة الجميلة دي زعلانة مني وهي اللي بتعلمني وهتعيط مني، بس أنا هرقص. close position here and here like love woman. Okay? Yeah. Let's go. Un, dos, let's go. Un, dos, tres. Yes. Let's go. To have a but this is the only Argentine tango. I'm not aware of him. في الكاميرا. سوري. سكت. 1 2 1 2 3 سكت. 1 2 1 2 3 1 مع سهرة لطيفة، واحدة حلوة زي دي. Beautiful woman like this woman. I understood. And understand Arabic. Okay. No, anyway, I'm speaking. You feel it. Wow, good feelings. بتقولي إنها حاسة إن أنا بقول كلام كويس عنها. هي معلمة جسمها رشيق جدا وعندها حركات شديدة. اقف بجسمك، ما تعملش كده، أنت بتعمل كده، تتعمل كده.
الراجل لازم هو اللي يسوق الست. اوكي ده كده ليتس جو. يا تشينج يا مهم. 1 2 1 2 3 4 quick slow remember. اتعلمت الرقص والست بتعرف ترقص اهي، ممكن ترقص وانت مرقص. يلا نرقص.